episodes, ممكن تبقى continuous breathlessness, وon top of this continuous breathlessness بيحصل episodic breathlessness. طبعا التقسيمة دي الهدف منها التقسيمه دي يعني التقسيمه دي في الغالب ما لهاش علاقه بالكوز قوي, هي ليها علاقه اكتر بالكلينيكال بالياتيف كير براكتس. العيان ده هيحتاج كونتينوس كنترول, يعني دراجز تو يعني كونتينوس دراج ادمنستريشن تو كنترول ذا ديسنيا, ولا هيحتاج دراجز تو كنترول ذا ديسنيا از نيدد اونلي. يعني العيان لو عنده ايبيسوديك بريفنسنس بس, ده في الغالب هيحتاج از نيدد دراجز, اوكي. لكن عيان لو عنده كونتينوس ديسنيا ما اكزازيبيشنز, ده هيحتاج continuous administration of the drug عشان يكنترول البيزلاين ديسنيا, ويحتاج بريك ثرو دراجز عشان يكنترول الابيسوديك ديسنيا زي ما هنشوف. طبعا دي التقسيمه, ده كلام جديد خالص, وطبعا لسه في يعني شويه بيقسموها كده وشويه بيقسموها كده, لكن جنرالي الكلام الجنرال سبيكينج بيبقى في حاجه اسمها ابيسوديك ديسنيا وفي حاجه اسمها continuous ديسنيا. How to assess ديسنيا؟ The possible benefits of investigation must be weighed against the burdens before they are ordered. دي حاجة مهمة جدا. It is not infrequent that investigators may only satisfy the clinician's curiosity rather than materially helping the patient himself. يعني العيان عنده sarcoma, extensive pulmonary metastasis. ما كانش عنده severe dyspnea, لكن بعد اسبوعين عنده severe dyspnea. It is nonsense. أنا راح أعمل له CT scan تاني وأشوف المتاسس بعد 5 سنتي بعد 10 سنتي. For we have to weigh things. احنا هنفيد المريض فعلا ان احنا نعمل له انفستيجيشنز دي, ولا وي جو اند تريت ذا ديسنيا از ا سيمتوم. انسب حاجه بالنسبه للعيانين وفي الليمتد ريسورسز اللي احنا فيها وابليكابل ان افري وير, في البيت, في المستشفى, في العياده, اتسترا, ان هو تستخدم يوني دايمنشنال تولز. يوني دايمنشنال تولز زي ما هنشوفها في السلايد اللي بعديها, زي الفيجوال انالوج سكيل او النيوميريكال ريتنج سكيل. طبعا في حاجات كومبلكس اكتر من كده, في مالتي دايمنشنال تولز تو اسيست the breathlessness and the impact of breathlessness on the patient and his quality of life. This is the numerical scale. Simply, the patient is told that zero is no breathlessness, صفر, ما فيش ضيق نفس خالص ولا كتمة خالص, 10, أسوأ كتمة أو أسوأ ضيق نفس ممكن تتخيله, تديلها كامل 10, زي البين بالظبط, أوكي؟ And this is accurate, لأن في النهاية احنا we are measuring a subjective symptom, أوكي؟ و visual analog scale بيشتغل بنفس الطريقة, تمام؟ How to manage dyspnea, زي ما قلنا ان في اكتر يعني في لسته طويله من الاسباب. ممكن لو احنا قدرنا نوصل لسبب الدسنيا وحاولنا نصلحه ممكن ده يحسن الدسنيا. انا افتكر كان عندي عيان تقريبا من سنه, ده كان بانكرياتيك كانسر. العيان كان يعني كان اولموست تيرمينال ال يعني, فكانوا مشغلين له محاليل للنار, مشغلين له 2 لتر سلاين, والعيان بدا يحصل له دسنيا, يحصل له دسنيا, ورجليه تنفخ, رجليه تنفخ. وقلت اكيد اكيد 100% اللي حصل ان هو ايه, هيز اكيوميتنج سكريشنز من المحلول اللي هو بياخده يعني. فقلت له وقفه, وقفته واديت شويه دريس, ما اتحسنش, الدسني قاعده تزيد قاعده تزيد. اكتشفت في النهايه ان البايلاترال لور ليمب ديما دي عنده بايلاترال دي في دي على ناحيتين. اما بدا ياخد لو مريكور ويت هيبرين, العيان اتحسن جدا, اوكي. فسام تايمز يعني يو هاف تو بي سسبكت, يعني ندور على الليست الحاجات الكومن في البيشنتس اللي ممكن تعمل دسنيا, ممكن تبقى سام وات كوركتبل, نصلحها قبل ما نقول ان احنا هنعالج الدسنيا كسيمتوم اونلي. ذيس ار سام اكزامبلز. طبعا زي مثلا عنده انفكشن ممكن ياخد انتيبيوتكس, عنده انيميا ممكن ياخد بكتربسيس ترانسفيوجن, لينفاشيز كارسيناتوزيس ممكن يتحسن مع الاسترويدز, اتسترا اتسترا. مش هركز عليها, انا عاوز اركز اكتر على تريتمنت اوف ديسنيا از ا سيمتوم. الفارماكولوجيكال مانجمنت اوف ديسنيا, واتس كومن, ايه اللي احنا بنعمله عاده لما العيان يكون عنده سيفير ديسنيا او ادفانس كانسر وموجود في المستشفى؟ بنعمل ايه؟ انا مش عاوز حد شغال بلا تفكير خالص. اوكسجين بالظبط كده. وايه تاني؟ برونكو دايليتر وسترويدز, تمام؟ ده عاده اللي بيحصل, اوكي؟ هنشوف ايه الرول اوف اوكسجين دلوقتي في العينين دول, وهنشوف هي ايه احسن حاجه ممكن تديها العيان عشان تحسن الدسنيا. انا فاكر لما كنت صغير يعني وبروح مستشفيات, كان اي عيان عنده اي مشكله في التشست وقف الانالجيزكس, وقف المورفين, وقف الديروجيزك, وقف الترامادول, وقف كل حاجه احسن يجيله ريسبيراتوري سبريشن. ده مش هيقدر ياخد نفسه اصلا, هتديله بيوز عشان نفسه يقف, اوكي. ده صح ولا مش صح؟ ده اللي بيحصل ولا مش بيحصل؟ ده اللي بيحصل, اوكي؟ هنشوف ايه الفارماكولوجيكال مانجمنت. هنشوف ايه الرول اوف اوبيويدز,
The role of phenothiazines, benzodiazepines, oxygen, helix, inhaled furosemide, and antidepressants. Opioid use among cancer patients. طبعا ده عشان أوريكم بس قد إيه طبعا like standard drug to control dyspnea. The best drug to relieve the sensation of dyspnea is an opioid, morphine. أحسن حاجة تسكن الدسنيا هي المورفين زي البين بالضبط. Exactly. Okay. دي سيرفي كانت اتعملت في واحدة من البلد في كير يونتس عشان يشوفهم وبيستخدموا الأوبيويدز عندهم في اليونت عشان إيه. 41% عشان البين، 29% عشان عيان عندهم دسنيا، و 31% كومباين. يعني كومباين كده مع بعضهم العيانين اللي خدوا أوبيويدز عشان كنترول الدسنيا كان تقريبا 60%. Okay. يعني أكتر من إيفن ممكن قد البين تقريبا يعني. With a systematic review of the use of opioid in the management of dyspnea, meta-analysis showed a statistically significant positive effect of opioids on the sensation of breathlessness. Very highly significant. العيان لما بياخد opioids ده بيحسن الدسنيا بتاعته جدا. ليه ايه الفكرة؟ حد عنده اي اقتراح؟ هو ازاي الاوبيويد او ازاي المورفين بيعمل respiratory suppression؟ احنا قلنا السايكل بتاعت الريسبيريشن ده ان الريسبتورز سنسيتيف للكربون دايكسيد بيعلى فتبعت ستيموليشن للريسبيراتوري ماتش عشان ينسبيريت. اوكي اللي بيحصل مع الاوبيويدز ان هي بتقلل السنسيتيفيتي للكربون دايكسيد. اوكي فالجسم اكننا بنضحك على الجسم نفسه ما بنحسسوش ان في مشكله في الكربون دايكسيد فما بتقدرش يحس ان في مشكله. اوكي فبيقلل الاحساس بالدسنيا. يعني احنا بنستخدم السايد افكت اللي احنا خايفين منه من الاوبيويدز عشان نقلل الاحساس بالدسنيا. Greater effect of studies using oral or parenteral opioids. احسن حاجه استخدام طبعا oral or parenteral rather than the nebulized. في ناس حاولوا يعملوا nebulization opioids لكن طبعا الاحسن كان parenteral او oral opioids. اوكي طبعا ده الفورست بلوت بتاعها كان كله significant in favor of اوبيويدز على الناحيه الشمال تمام ده الاوبيويد بيتر كله كان على الناحيه الشمال تقريبا كلهم عدا one or few studies يعني اوكي ان جنرال كله على بعضه الهازارد ريشيو كانت كلها ان فيفر اوف اوبيويد تريتمنت يعني they concluded in the review that support the continued use of oral and parenteral opioids to treat the dyspnea in patients with advanced cancer. And there are insufficient data from the meta-analysis عشان تقول ان احنا ممكن ناخده nebulized احنا بناخده parenteral او بناخده oral. فده standard treatment standard symptomatic treatment for dyspnea is an opioid. والevidence الموجود اكتر للمورفين والكودين. اوكي احنا بنستخدم opioids تانية في الغالب extrapolating الevidence من المورفين والكودين للother opioids. لكن our experience ان مع المورفين والكودين الامر مختلف عن الopioids التانية. مش صحيح يا دكتور حافظ؟ على حاجة غريبة أنا شفتش حاجة اتعملت يعني شفتش حاجة head to head comparison كله على الحاجات دي يعني بالضبط إزاي نستخدمه بقى يعني إحنا يعني لو إحنا عندنا طبعا الأدوية اللي أنا حكيت عليها دلوقتي مش موجودة مع إنها أرخص أدوية ممكن حد يشتريها في الدنيا يعني أرخص من أسبرين نفسه يعني لو العيان ده أوبيويد نايف يعني ما خدش أي أوبيويدز قبل كده وعنده مايل ديسنيا ممكن ياخد بلاش هيدروكودون خلينا في الكودين ممكن ياخد كودين 30 ملغ بي او كيو فور اورز اوكي عشان كده دكتور اسامه انا بقول للعيانين ليه نروح اشتروا سلبادين ده الاورال كودين الوحيد اللي انا بعرف اخلي العيانين يروح يشتروه هنا في مصر للاسف الشديد جدا اسمه ايه سلبادين ده بيتباع اوفر ذا كاونتر كده في السعوديه ده باراسيتامول مع 8 ملغ كودين اوكي فده يعني اكني ببتدي له فيري سمول دوز اوف مورفين ده اكنه القرص اكنه فيه 1 ملغ اوف مورفين تقريبا يعني وبيتباع هنا عادي في السعوديه هو طبعا بيتباع في السعوديه 12 ريال هنا في مصر ب 80 جنيه ب 100 جنيه على حسب بقى حضرتك لان هو مش مسجل وما بيستوردش ده هو بيدخل كده وبيتباع يعني محدش مش هيعرف يا بيه اصل المشكله القرص فيه 500 ملغ باراسيتامول هو عشان يعمل دماغ يعني لو خد مثلا 8 اقراص هيجي له ليفر توكسيستي يعني كبده هتهري قبل ما يحصل له اي قبل ما يستمتع باي حاجه في الدنيا لكن في الغالب يعني فهم حاطين باراسيتامول كدوز ليميتنج دراج بالاضافه للكودين زي التايلينول الامريكاني يعني فما بيعرفوش مش زي الدواء الكحه والحاجات الثانيه دي انتي تاسيدز فعلا ممكن بيستخدموها لكن ده صعب جدا
بيباع ليل نهار اوفر ذا كاونتر في السعوديه وما بيحصلش حاجه. هو 8 ملي جرام ده ليميت انترناشونال يعني معروف يعني 8 ملي جرام كودين او اقل ده اوفر ذا كاونتر ما فيهوش مشكله يعني. ما انا بدل في مشكله في الامارات والكويت. لا التايلينول 2 and 3 and 4 لا حد ده فيه 15 و30 و60 ملي جرام كودين ده كنترول دراج بره. غير التايلينول بلين يعني. ده اللي عنده هو عنده مايل ديسنيا 30 ملي جرام بي او كيو فور اورز. انا ببتدي معاهم بورس كل 6 ساعات عندي الماكسيموم بتاعي 8 راس في اليوم تقريبا 48 ملي جرام كودين. وبريك ثرو سيمتومز ياخد از نيدد 1 تو 2 افري 2 1 تو 2 اورز. لو انا عنده سيفير ديسنيا يبتدي مورفين على طول. مورفين صرفت 5 ملي جرام اورالي افري 4 اورز او اوكسيكودين الايكوفالنت لي او الهيدرومورفون الايكوفالنت لي. For breakthrough symptom management, give an equivalent dose every 1 to 2 hours as needed. يعني العيان اللي هو opioid naive عنده mild dyspnea أديله 30 ملي جرام كودين أو أديله مثلا 2 ملي جرام مورفين لو أنا عندي اللي هو small concentrations القليلة بانتظام كل 4 ساعات و 2 ملي جرام عند اللزوم. لو عنده severe dyspnea ممكن أبتدي ب 5 ملي جرام كل 4 ساعات و 5 ملي جرام عند اللزوم. لو العيان already بياخد opioids مش opioid naive يعني العيان مثلا ماشي على MST او مورفين 30 ملي جرام مرتين في اليوم او بياخد الجيزك باتش مثلا 25 مايكرو جرام ده already مش opioid naive ده opioid tolerant فانا بحتاج ازود الدوز بتاعته. اوكي opioid tolerant patients increase baseline opioid dose by 25-50% and titrate as above. بنزود الدوز البيزلاين بتاعته 25% ونزود بعد كده تايتريت. البنزودايزبينز ايه الفكره من وراء البنزود استعمال البنزودايزبينز؟ الفكره ان الديسنيا بتعمل انكزايتي والانكزايتي بتعمل ديسنيا يعني هما بيوفيش السر يعني مثلا حاجه مثلا ازعل الدكتوره دينا افتح الشباك عاوز هوا طب انا قلت لها انا ما خنقتهاش ولا حاجه انا يعني زعلنا مع بعض يعني طب ليه هي عاوزه هوا؟ هي حاسه بديسنيا هي فعلا حاسه بديسنيا هي حاسه باحساس الديسنيا لكن ما حصلش ما خنقتهاش ولا حاجه خالص فعاوزه هوا. اوكي فالانكزايتي ممكن فعلا يندوس الديسنيا عشان كده لو تفتكروا في الميكانيزم اللي هو الباثوفيسيولوجي بتاع الديسنيا بيبقى فيه انبوت جاي من الكورتكس من فوق الايموشنال ستاتس بتاعت البيشنت تمام. فالعيان بيحصل له انكزايتي يحصل له ديسنيا والديسنيا زود الانكزايتي اند سو اون. فانت لو قطعت الفيشن سيركل دي ممكن تقلل الاحساس بالديسنيا لدرجه ان في ناس بيستخدموا بنزودايزبينز بس عشان يكونترول الديسنيا. اوكي ديسنيا causes anxiety and anxiety causes ديسنيا. ده كوكرين ريفيو 12 من 6 سنين تقريبا عن استعمال البنزودايزبينز فور ريليف بريفيسنس ان ادفانس مالجنت ديزيز. للاسف في المين ريزلتس قالت نو بينيفيشال افكت اوف بنزودايزبينز فور ذا ريليف اوف بريفيسنس اوف بيشنتس وذ ادفانس كانسر اور سي او بي دي. للاسف طبعا ده بسبب الكواليتي اوف ستاديز اللي اتعملت. لكن ان براكتس ما اعتقدش ان في اي حد بيحط ريكومنديشن او جايد لاينز للمانجمنت اوف ديسنيا ان ادفانس كانسر بيشنتس ما بيحطش فيها بنزودايزبينز. مش كده يا دكتور حافظ؟ كله ده روتين. اوكي المشكله كانت في الكواليتي اوف ستاديز. للاسف السيستماتيك ريفيو ده ما لقاش بنفيت. اوكي ادي كونكلودد ذات ذير از نو ايفيدنس اوف بنفيشال افكت اوف بنزودايزبينز ان ذا ريليف اوف بريفيسنس ان بيشنتس وذ ادفانس كانسر اور سي او بي دي. لكن I use it routinely وكل الناس بتتكلم انها تبقى used routinely. طب نستخدمها ازاي؟ وطبعا بعد السيستماتيك ريتريشن ريفيو ده طلع فيه اذر ستاديز قالت كلام تاني مختلف. مورفين فيرسس ميدازولام از اب فرونت ثيرابي تو كنترول ديسنيا بيرسبشن كانسر بيشنتس. يعني قارنوا المورفين مع ميدازولام. ميدازولام اللي هو الدورميكام. اوكي قارنوا الدورميكام مع المورفين عشان يشوفوا انهي الاحسن فيهم. تمام؟ لقوا زي بقى لا البيز لاين ده كان ده من 0 ل 10 ده السكور اوف ذا ديسنيا از ريتد باي ذا بيشنت. تمام البلوك الاسود ده المورفين اللي هو مخطط ده الميدازولام. اوكي ده البيز لاين. تمام الدي 2 ده السكور نزل في الميدازولام سيجنيفيكانتلي اكتر من المورفين. يعني العيانين دول استخدموا ميدازولام لوحده استخدموا دورمي كام لوحده تمام احسن من المورفين. And it was maintained at day 3 and day 4 and day 5 as well. But it's a nice study. يعني benzodiazepines ممكن تحسن الدسنيا even in the absence of opioids. ده option تاني برضه. مش كل العيانين للأسف احنا بنعرف نوصل لأوبيويدز أو مورفين أو كودين نحسن لهم. فعلى الأقل يبقى عندهم يعني يبتدوا بنزودايزبين. الميدازولام طبعا أحسن أكثر حاجة احنا بنستخدمها.
وده how to use it. طبعا هما كاتب هنا guidelines على كلورازيبام والدازيبام كلورازيبام بيتازولام. احنا عادة بنفضل نستخدم ميتازولام لان هو short acting بنزودازيبين بيشتغل الفترة قصيرة عشان العينين ما حصلهمش دراوزنس اكتر او حصلهم significant toxicity accumulating toxicity يعني دورمي كمان دورمي كمان بتاع التخدير اللي بيستخدموه بتاع التخدير اكتر حاجة حضرتك او لازم بروشيتا مخدومه بالصيدليه المصريه حاجه زي كده حضرتك او لو اي مستشفى المفروض يبقى موجود في المستشفى في امبولات اللي موجوده في مصر 5 ملي جرام و15 ملي جرام اوكي هو كده هي 5 ملي جرام يعني هو ريكومند هنا 0.5 ملي جرام اي في افري 15 مينتس يعني الامبول مثلا يتحلل في 10 سنتي والعيان ياخد سنتي كل 15 دقيقه لغايه ما يحس ان هو هدي والجسم بقت اقل اوكي ممكن تحط كونتينوس انفيوجن ممكن تحط كونتينوس انفيوجن الروتين براكتس عاده في الباليت كيريونس عموما اللي عندها الامكانيات تعمل كده انها بتعمل كونتينوس انفيوجن كومبايند من المورفين مع الميدازولام الاثنين مع بعض يعني مثلا عيان اوبيويد نايف ما خدش اوبيويدز خالص قبل كده ممكن يتحط في الكونتينوس انفيوجن دي 10 ملغ مورفين مع 2 ملغ ميدازولام وعند اللزوم العيان ده ممكن ياخد 2 ملغ مورفين مع نص ملغ ميدازولام عند اللزوم لما احس ان الدسنيا زادت عليه مش تقول كده يا باشا مش عاوز ياخد الفكره بتاعه 0.5 ملغ مورفين اه ما هو لازم يعمل اسيسمنت طبعا ما هو مش ممكن يديله 15 ما هو على عدى 15 دقيقه والعيان بيقول انا ديسنيك ففي الغالب هو مش سيديتي طبعا دي جاب لازم لما بنحطها في مستشفى عاده بنقول العيان ممكن ياخد بريك ثرو كل ساعه طبعا ده يعني حوالي 15 مللي دي زي ما الدكتور حابب استفضل لو حد اكسبرت وفاهم في الموضوع قاعد يعني مع البيشنت يعني ده بالنسبه للاوبيويدز فالاوبيويدز از ذا ستاندرد سيمبتوماتيك مانجمنت اوف ديسني على غير اللي الناس بتصدقوا يعني اوكي بالنسبه للاكسجين طب اول حاجه قلناها ايه هاتوا له اكسجين مش احنا بس اهل العيان والعيان هاتوا له اكسجين واهل العيان يلفوا في البلد على اسطوانات ما يلاقوش ويروحوا يغيروها انا والله كان في بيشنت الراجل كان بيطلع وينزل ست كان عنده اكستنسيف بالمونري ميتاسيس من ساركوما الراجل كان بيطلع وينزل السن بتاعه خمس ادوار ثلاث مرات في اليوم بالانابيب يعني كحاجه مأساة يعني الفكره بقى ان الاكسجين اند اير كان ريديوس ديسني ان بيشنت كانسر ازاي بقى ات سيمز ذات ات از نوت ذا كوركشن اوف هايبوكسيميا ذات از امبورتنت بات رادر ذا فلو اوف جاز مجرد حركه الجاز على الوش بتعمل ستيموليشن التراجمال نيرف يبعت افرنس يقلل الاحساس بالديسنيا اوكي عندنا ايفيدنس الكلام ده في ايفيدنس الكلام ده منهم ان الهايبوكسيك بيشنتس مي نوت نيسيسري بين ديسنيك يعني العيانين اللي عندهم ديسنيا مش شرط يكون هايبوكسيك والعيان الهايبوكسيك مش شرط يكون ديسنيك اوكي عشان كده مش كل عيان عنده ديسنيا نروح جايبين البالس اوكس حاطينه بس العيان ده النهارده بيقرب بقى 91 نفسي طب ما انت كنت كويس كان 85 كان كويس هو شايف 91 وفاهم ان 91 قليله فهبتدي يحصل له انكزايتي تمام هيبتدي هو نفسه يحصل له ديسنيا بسبب ان هو قاعد يراقب هو البالس اوكس بتاعه كام واهل العيان اتسيتر يعني ففي الادفانس كانسر فيش اتس نوت ادفايزبل ان احنا نقيس البالس اوكس ده خلينا ماشيين مع سيمتوم كسيمتوم نقيس شيء البالس اوكس دي كانت راندوماس كنترول ترايل افكت اوف باليتيف اوكسجين فيرسس روم اير ان ريليف اوف بريفرنس بيشن ريفراكتري ديسنيا عملوا راندومايزيشن عاوزين يشوفوا الاير هيفرق ولا الاكسجين تمام فعملوا ايه جابوا 239 عيان لايف ليميتنج ايلنس ريفراكتري ديسنيا وال بي او 2 بتاعهم اكتر من 0.3 وعملوا راندومايزيشن يا اما ياخد اوكسجين يا اما ياخد روم اير ازاي لان هو يحطوا كونسنتريتور ثرو نيزل كانيولا 2 لتر بير مينيت بكونسنتريتور عادي خالص بيشغلوا 2 لتر بير مينيت بنيزل كانيولا لمده 7 ايام تمام عينين خدوا اكسجين والعينين التانيين كانوا روم اير هواء عادي خالص تماما لمده اكتر من 15 ساعه في اليوم اند ميجر بريفرنسز وقاسوا الديسنيا اللي عند العينين دي على نيوميريكال سكيل فروم 0 تو 10 تمام توايس داي في الصبح وبالليل لمده اسبوع وشافوا الفرق بين الاثنين ده الفرق مين تشينج ان بريفرنس سكور ان بوينتس فروم بيس لاين ات دي تو دي 6 في المورنينج وفي الايفنينج في الاكسجين قل 0.9 في الروم اير قل 0.7 مفيش سيجنفكت ديفرنس في الاثنين الاكسجين زي الهواء العادي في الايفنينج الروم اير كان احسن كان ايفن يعني كان ديكريز 0.3 في الاكسجين والديكريس كان 0.5 في الروم اير برضه 1 سيجنفكت فالاكسجين زيه زي الروم اير
فيبدو ان هو فعلا الفلو اوف جاز هو اللي بيفرق في الاحساس بالدسميا مش كوريكشن اوف هايبوكسيميا اللي عند العيانين. اوكي وده انتربريتيشن بتاع الاستدي. Oxygen delivered by nasal cannula provides no additional symptomatic benefit for the relief of refractory desmentation or life-limiting illness compared with room air. دي كان very simple study. Randomized control trial بالأكسجين وبالهواء. توقعوا اتنشرت فين؟ حاجة كبيرة جدا. دي حاجة كبيرة قوي. اتنشرت في اللانس. إما تفكر بتاعها معدل 40 دلوقتي. طب ليه حاجة بسيطة بالمنظر ده عمل رندوميزيشن اير وشوية اكسجين وشوية جاز وشوية هواء اتنشرت في اللانسيت على 200 عيان؟ لان دي تشينجينج براكتس. دي كارثة لو تشوفوا العيانين بيعانوا قد ايه واحنا بنعاني قد ايه قريب بيعانوا قد ايه عشان نجيب اكسجين رايحين جايين. ده ايكونوميك بيردن وبيردن على العيانين وبيردن على الدكاترة عشان يجيبوا عيانين اكسجين. يقول لك لا مش لازم اكسجين. فا ات از تشينجينج براكتس عشان كده نزل في اللانسيت مع انها حاجة بسيطة جدا. اوكي نون فارماكولوجيكال مانجمنت في اكتر من حاجه. اوكي هتكلم عن حاجه بسيطه جدا الفان مروحه. فيشر كولينج ان ذا ايريز سبسيرفد باي ذا سكند اند ثيرد برانش اوف ذا تراجيونال نيرف ويل ريديوس ذا سنسيشن اوف بريفيسس. عشان دي الميكانيزم اللي حصل بيها في الاستادي اللي فاتت ان مجرد الهواء يتحرك على الوش ده بيعمل ستيميليشن للنيرف اندز الموجوده بتاع التراجيونال يقلل الاحساس بالدسنيا. It's possible fixed sedation has been reported. There are no evident adverse effects. مروحة صغيرة قد كده. ولا فيها side effects ولا فيها drawbacks ولا فيها cost ولا فيها أي حاجة. هويله يا عم. هويل. يعني ما مش لازم مروحة يعني. أوكي. واحد مش قادر ياخد نفسه بيهول نفسه. ما فيهاش مشكلة خالص يعني. There are no adverse effects for the fan. عندنا evidence الكلام ده. عندنا evidence الكلام ده. مروحة بسيطة زي كده. Thus the use of hand and fan improve chronic dyspnea. دي study اتعملت randomized barrel trial عشان يشوفوا ان المروحة الصغيرة دي بتحسن الدسنيا وما بتحسنش الدسنيا. اتنشرت في الجورنال بين سيمبتوم مانجمنت. ده اكبر جورنال للباليتيف كير في الدنيا في العالم يعني. اوكي ده لما اتفكرت بتاع 2.8 حاجة زي كده دلوقتي يعني. اوكي عملوا randomization تمام ان هم العيانين عملوا ايه بقى. انا مش هوصفها لكم قوي تمام هختصرها بقدر الامكان. الفيلد هاند اند فان 50 participants 50 واحد randomized to use a hand fan for 5 minutes. استخدم الهاند فان دي لمده 5 دقائق directed to their face مصلاتها على وشه. اوكي اور ليج او على رجله يا اما تحطهم 5 دقائق على وشه او 5 دقائق على رجله randomized كده او كده. اوكي اند ذن كروس اوفر اللي كان حاططها على وشه حطها على رجله كان حاططها على رجله حاططها على وشه. And other treatment, the primary outcome measure was decreased in the greater than 1 centimeter breathlessness, etc. Okay? Then the vast decrease after use of fan and urine wash out the أكسجين. بس طبعا مش في كل البيشنس. في سام بيشنس اللي هم عندهم اللي هم سي او بي دي اصلا اللي هم متظبطين بالعافيه دول ممكن فعلا يحتاجوا اكسجين. احنا بنتكلم على التيرمينال ال كانسر بيشنس اللي عندهم اذر كوزيس يعني. ف يعني هو مش اكسجين خالص نهائيا يعني. طبعا يعني بيحصل ان عندي له بيبقوا داينج زي ما قلنا الدسنيا دي بتبقى حاجه تيرمينال ايفنت والعيانين بيبقوا اولموست داينج. فاهم حاجه ان احنا نعلم اهل العيانين. اوكي اللي بيحصل يكلمك في التليفون ده مش قادر ياخد نفسه يا دكتور ده الحقني اعمل لي حاجه. اوكي اللي بيحصل ان في الداينج فيز ان الريسبيراتوري الريسبيريشن ما بقاش زي الشخص الطبيعي ده ميك تشينجز ان ليتل باترز ذات ذا فاميلي اور لافد وانز انكرز اس ديسني. هيبقوا فاكرين ان مش قادر ياخد نفسه ونفسه تعبان الحق نفسه ده بيتخنق او بيموت بيتخنق وبيموت من كتر ما مخنوق. هو ما بيحصلش كده. هو مشكله ان الريتم بتاع البريدنج يختلف في العيانين التيرمينال. اوكي rapid shallow breathing, periods of apnea or cardiac respiratory pattern are common and end-of-life breathing patterns.
فلازم اهل العين يبقوا فاهمين كده. اوكي في لاست ريفلكس بريتس مي سيجنال ديث. The comatose patient does not experience these breathing patterns as dyspnea. دي حاجات مهمة نوصلها لأهل العيان عشان ما يبقوش anxious وما يخلوش اللي حواليهم medical professionals anxious وياخدوا actions. انت يروح واخده جاب الإسعاف ووارد وديه على المستشفى عشان عارف ياخد نفس ويحط له أكسجين. ده طبعا بيبقى useless يعني. وبيحصل بيبقى فيه accumulative secretions من الطبيعي. احنا طول ما احنا قاعدين في oropharyngeal secretions وrespiratory secretions الطبيعي ان احنا بنبلعها involuntary من غير ما نحس واحنا نايمين بنبلعها واحنا صاحيين بنبلعها. لكن ده بيعتمد على الجاج ريفلكس. العيانين دول خلاص الريفلكس عندهم بتروح فيبتدي يحصل اكيوميليشن الاوروفارينجال سيكريشنز ويبتدي يحصل اللي بيسموه حشرجه يعني صوت الهواء وهو ماشي في السيكريشنز دي في الفارينجز بتاع العيان. اوكي ايه يا دكتور ده بيتحرك ده بيغرق فيري سيمبلي. تقول العيان يعمل اهل العيان يعملوا ايه؟ حطه على جنب بوزيشن خليه ينزل اللي بيتراكم جوه مش عارف ده خليه ينزل بس. لا بقى محتاج جهاز شفط ومش عارف ايه ويتعور ويعوروا بعضيهم ويعض بتاعه ويخنق نفسه ملوش لازمه الكلام ده خالص. اوكي واحيانا بندي انتي كولينرجيك درايز عشان ندراي دي السكريشنز لو احتاجنا للكلام ده. ده ان سمري الموضوع ديسنيا. اتمنى يكون كان مفيد ليكم يعني. في اي اسئله او كومنتس بتقدر تريليف الديسنيا بكام في المية من ال بالنان كانسر دراجز بسوسام يعني تنجح في نسبة كام؟ أنا ما عنديش أرقام حضرتك سامع ما عنديش أرقام معينة حضرتك ما عنديش بس يعني أقول حضرتك يعني في majority of patients بمعنى majority انت ممكن تعمل كنترول للديسنيا كويس جدا باستخدام دراجز في majority of patients. تمام بالضبط. أنا بس بشكر حضرتك على السيشن دي. أنا عندي سؤال وتعليق. السؤال الأولاني السؤال اللي هو عايز أعرف الهوم مانجمنت إن إيجيبت للديسنيا يعني إيه اللي نقوله لما عيان ترمينالي إيه بس مش داينج وإنت عارف إن هو مش بلورال إفيوجن ولا أنيميك بتقول للـ 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 لأهله يعملوا إيه لو كرونيك ديسنيا بالذات ومع بريكسو يعملوا إيه؟ مروك موضوع الفن ده حاجة سهلة جدا. تمام وممكن نستخدم عايز اقول لك انا بستخدم على الدراجز اللي فيها سمول دوز كوديين واحيانا بديله بنزودايزيبين يعني حاجه حتى لونج اكتنج دوراز زي دوراز فام الاتيفاندا 1 ملي جرام ات نايت مع ريجولر وبزود بعد كده. طبعا للاسف بضطر ازود الترامادول لان ما عنديش كوديين كونسنتريشنز هاير يعني وبزود اكني بعالج بين بالظبط اكني بعالج بين بالظبط مع البنزودايزيبين مع مروحه يعني المروحة والأسامي معلش التجارية ما عارف إن ده مش مسموع بيه بس بقولك هو بس مش هتلاقوا سلبدين يا جماعة ده أنا بالعافية هو ترامادول سمول دوز تمام مع أتيفان اللي هو اللورازيبان ال 1 ملي جرام ات نايت. تمام الحاجة التانية التعليق هو الموديل بتاع ريسيرش موديل ازاي بسيط وازاي مش مكلف عشان احنا دايما بنقول تكلفه وازاي سنترد على البيشنت فبيتنشر في احسن. شكرا 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 ميرسي جدا دكتور سامي. ثانك يو فيري ماتش. خلصت يا دكتور سامي؟ اتفضل. انا بجهز حافظ We move to the next speaker. الأستاذ الدكتور حافظ غانم طبعا غير عن التعريف هو طبعا أستاذ علاج الأورام كلية الطب جامعة اسكندرية دلوقتي pioneer in palliative care. The title is delirium in advanced cancer. أنا بس يعني في ملحوظة كده بس معنا الدكتور حافظ أنا سعيد جدا إن أنا بشوف A number of audience attending the palliative يعني واضح نجاحته الدكتور سامي السرفي نجاحته
نجاح مذهل. سامي انا بره. يعني انا شايف دكتوره دينا وسام الشريف ورأفت ورأفت كان انا قارب يظهر بيشاور عقله واسكندريه ورأفت اهو يعني يظهر بيشاور عقله يقلب من كلينيك الانكولوجي باليتيف كير. وانت شايف وليد عرفات من اسكندريه برضه. وليد موجود وليد موجود ده حتى بتاع جنسن رخولي كان موجود وقرب هنعمل لهم غيابه دكتور يظهر ان كنتوا نجحتوا نجاح مذهل يعني. اتفضل دكتور عرفات. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب I will talk today about delirium of cancer. But before we talk about delirium, يعني all of us, these are oncologists or different specialists. Oncologist? I will ask Dr. Salah. How frequent Dr. Salah you diagnose or treat delirious patient? I will answer. I started oncology maybe 30 or 32 years ago. I never diagnosed delirium. When I see a patient with confusion, either I diagnose him as brain metastasis or I suspect this patient had a psychological problem and I will transfer this patient to a psychiatrist. But in oncology, I am